عدوا الهريق، شربنا الماء جبدناه من البير وجدنا إليه. سمعت تنشعر الخط ديال اليوم تيصوت فيه تيعوض فيه قضبان وتيحسكو تيحسكو هذوك القضبان تيديرهم ماوي. الماوي يبقى تعرف الماوي اللي تيكون في القرطاس تيكون في الداخل بدون اللي تيكون في القرطاس تيفرغ القرطاسة من الماوي اللي كان فيها وتيركب فيها ذاك الغليظ اللي دار هو ياك صنع سيفي خدام حدا واحد البراد ديالو تاعي الله يرحمه مسكين وراجل كبير دخل النار صنع حدا هذاك حدا هذاك الماوي هذاك الدون الجديد اللي تيدير وصنع عمارة القرطاس محطوط حداه تيفرغ القرطاسة ويعمرها من هذيك القليلة الماوي القليلة من دون يا سيدي كبلينا كلها كبلينا قلت لك شول ديال الكاس حاطو بجوج كيسان حدا حنا أربعة وعطانا شربنا وصاحب شي ناس هما حدانا تعرفهم بعضك هما صاحبهم عارفهم ويسولنا قلنا نهار السبت شنو في راسكم واش كتسمعوا واش كتقولوا كنا لو كنسمعوا غادي يكون جهاد في سبيل الله وكان الثورة قلنا ماشي نقولوا سمعنا جيو نهار السبت راه معلوم راه معلوم بالثورة والجهاد وقال لنا كما كنا تشجع فينا قال لنا شوف انتم اسمع لا راكم رجال ما تتخافوش جيو سيدي راه لي ما ضرب وجبد على ما عطاه الناس راه جهد اي الله يرحم المسكين هذا هو كلامه قال لنا اللي جبد على الماء وطار وشرب الناس راه جهد قلنا ما تعكزوش ما تقولوش راه كاينه الثوره ولا شي حاجه لا وتفايضنا مع سيدي مشينا فالعشية بغينا نجيو دزنا عليه ولكن ما دخلناش عنده دزنا سمعنا باقي خدام هذاك النهار خميس وباقي له الجمعة والسبت السبت غادي يكون فيه طول اش دارو سمعنا قتلو هذاك الحاكم اللي كان حاكم الدولة الحاكم هو الأول هو اللي مات الأول هذا كاريور غادي للسبت غادي للسوق ومع الخليفة عزيز سميتو عزيز؟ ها؟ عزيز سميتو الخليفة خليفة عزيز عزيز واه تقول له خليفة عزيز ياك جا الحق للسكة ديال التران لقاه الكاميو عامر مولاه يقولوا له صالح ولد العفاني ولد العفاني من ولاد ديك لقاه حبسوا سيدي قال له فين غادي بنادم قال له رد الناس للسوق قال له اليوم حنا ما عندناش السوق عندنا الجهاد قال له سير للسوق الوقت غادي السوق سير لي انزل ما رضاش باش يرد عليه الكلام خرج زيدي من الطوموبيل من كحلته عنده 3 ايام ضرب له الروايد السيد اللي كان رافضو الخليفة عاد ضربه بالروايد خلاه الاخر زاد خلاه تما هرب بدا يتعدى الكاميو في الشوق يقول له معدي دابا خلاه وهو مشى طلع في حارو خلاه هو الهلو هبدوا له تغوتوا الناس اللي في الكاميو زيدي هبدوا له يوم قال طالب الحجر عطى راسه على المكرط بالتضعف
ما تلا حكم شوف الحكم رضي الله تبارك الله سبحانه ها رضي ها رأسي ذي كنا واحد دويرة نوريتها لكم هي الطرفان جاي من اللي عنده الجريدة لحكم الطريق والزرب ديالها ديال ميكا خضر بتمشي يرد بالك هذا يرد بينك وغير ايه ورا طاح عند الدار يخلطوا علينا الناس بالحضر تولع الكركور كاين واحد جنين قاطع كاين الشعبة تماك قاطع قبل شي اللي كان تقولوا له جنان الحروق تقولوا جنين الحروق وغادي مسكين ضعف عاطي راسو للجنان ما يدخل فيه ولكن ما يفكوش مات سيدي كرجو الناس في المدينة خدامة تضرب ايه بارود خدام سيدي بن داود هذاك النهار أشنو عنده هو جويجة بن داود عنده جويجة ودارو كانت ما قد هذاك الديور اللي قدامو هذي قدام ما كانوش الدار كتشوف الطريق هو ما خارج تضرب من الدار ولكن حاطي الطريق العسكر بدك يدخل يا العسكر تيدخل وما تتخير عاف الناس المزيانين يتخيروا زي ما تعرفوا ما عمر من كتجي ما تعرفوا منين تجي على خاطر هذاك البارود ديال القرطاس ما فيش الدخان شي شوي كيبينش ما تعرفوا تخرج العماره من شهر جمعه ما تعرفوش العماره منين جات تطيح السيد اللي تضربه والعماره متعرفه منين جات هاك النهار والغد الحد ضرب هو الحد السبت والحد فاني ضل القوة كتدخل على قول هذوك الناس اللي تما كيتخير عفي مالي الخيور الشيفور اللي حدا ياك ما تبين لهمش منين تيجي القطار تي تضرب الواحد ومنين جات الله عليك ياك سيدي نهار الحد ضل يضرب لأن قالوا بن داود بقى يجاهد حتى نهار الحد وبوحدو اش دار قتل 100 عدو وحدو قتل 100 عدو شوف سبحان الله العظيم أكرر وهي هذيك سيدي الغد هذا السبت والحد هذو على قول الهدم لبن داود بن دريس الحد سيدي الاثنين عاقوا بالدار اللي كيخرج منها القرطاس يوم اللي كيرجبوا فيه ما قدروش نقربوا ليه كان داير شي دفاف ديال القصدير ديال 3 متر في الطول كان داير دفاف مريطين بالقرطاس وما داوش منه وبدا كيرجبوا في الدار باش تيرجبوا فيها بالكور لك تسمع قالوا فيها قال هي احنا شنا الحيط اللي فقط الهري ديالو تريبت الدار وهو شد قنت بحال هذا و الدم تيطيح ما لحقلوش هو شاد القنت ياك ضربوا هذيك الدار ضربوها بكورة ركبتها ومشات لواحد الهري الشقداري
قدرتي قدرتي شقدر عطا يقولوا ما قدرتش شقدر ما قدرتيش منديش ياك شاد الهري ديال الشقداري تا هو قعرتو ودخل وكانوا تيقولوا ليها قالوا الكره كتجري من هري لهري ضربت ضربت ديال بن داود ريبت وخرجت منها ومشات للهري الاخر وهي ديك أسيدي نهار اثنين رجعوا عليه مسكين الدار وقلبوا عليه تصابوا راي محل الحيط كما هذا قنت وما لحقوا شردوا شدوا بقى عنده المحل ياك خيروه قالوا فين تحب تموت هزوا الدولة للدائرة ذوك اللي كانت الفيرو الدولة تماك وكيسولوا فيه قالك أزيدي تيسولوا فيه قالوا له كيفاش كنتي تدير قالك أزيدي قال ليهم عطونا المكحلة ديالي نوريلكم كيفاش كنت ندير المكحلة قالك بقى فيها قرطاسة وحدة وهما تثيقوا عدم ثقة وعدم حتى هذيك بحال تنقولوا حنا تيستهزئوا بالواحد تيقولوا تيستهزئوا بالواحد تيقولوا ما في الدوش واي عدم ثقة ومن بعد الثقة عدم الغفلة الدار عطاها المكحلة المكحلة فيها قرطاسة وحدة تخير في الرئيس ديالهم وقول شهيد تيرافي راس عليه قدامهم طيحوا قدامهم قال لهم زيدوني الحمارة نكمل لكم ولكن هذا الشيء ما يجيش اذا ما سمعناه ولا شلناه قول الناس اللي حاضرين لي هذيك الساعة ياك هذو ناس من خازنية ديال البيرو هذيك الساعة هما اللي حضروا عليه هما اللي حضروا عليه وجابوا اخباره اشنو قالوا واشنو داروا وما خافش هو عارف راسه من جيت راه غيرو يا خيروه قالوا له المكحله زيدي لها حوار مع الكحل وخيروه قالوا له فين تحب تموت تموت هنا ولا في الدار قال لهم لا الدار وقتلوه مسكين ما قتلوه تا الدار جابوه تا الدار وتيروه هذا بن داود بن دريس الله يرحمه مسكين مازال كاين القمر ديالو فوق زنجبيل ها كاين القبر ديالو فوق زان ها القبر ديالو كاين فوق زان في الروضه شو هذا القبر المقبرة راه تيقول دوكا راه تيقولوا روضة الشهداء روضة الشهداء هو جا حدا الحيط ديال اسمه الصور اللي دايرين عليه المقبرة ديال الشهداء جا هو فاش الحيط كيما مع الباب الدخلة الدخلة مع الدخل الدخول مع الباب ولا مجيت اللي صار والقبر ديالو مجاور الحيط ديالو ولا غفر لنا ولا